اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كده يريد لبس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير في أحسن الأحوال، دايرين مع الصحة كلشي مزيان. اليوم جيت نشارك معكم هكا واحد شرمولة. هنايا درت واحد راس ديال التومة، هو الأول ها هو، درته تحمرته مع شوية الزيت، زيت المائدة ولا زيت الزيتون اللي عجبكم ديروه، وشوية الملح من الفوق. وهنا درت واحد البيضات كيتسلقوا صافي. وهنا من بعد ما هاد البصلة حطات، غادي ندير عليها الدجاج هكا، غنلوحو عليها، مبغيتوش نديرو رقيق باش يبقى هكا كبير شوية. قطعته هاد الشرمولة، تبقى تقدروا ترافقوها مع اي حاجة، مع الحوت، مع اي حاجه ترافقوها معاها كتجي زوينه. ناكلها هكا خفيفه صافي. وغادي نغطي عليها وغنخليها دير، نخليها كتقلى. البطاطا هي تخليها هكا كتسلق. البطاطا بغيتو تخليوها هكا وتشرملوها مع شويه قزيبره، غتخليوها هكا. بغيتو غادي تخويوها هنايا حتى هي كتجي زوينه مع هاد الدنجال، ليكم الاختيار. قطعت شويه ديال الفلفله، غير نص حمراء ونص صفراء. تصدقوني كتجي هاد الشرموله كتجي زوينه، بخصوص لو درتوها هكا بالبطاطا وكتديروها مع المقرونيه ما تقنعوش منها، كتجي ولا اروع. صافي غادي نحك عليها شويه، ندير عليها شويه الكزبر، شويه سميتو، شويه تاع الزعتر ولا الاوريغانو. هنا شويه ديال الابزار بيبي، عشوية، وشويه ديال البابريكا حاره يعني السودانيه، شويه. نتوما تقدروا تستغنوا عليها الا ما بغيتوش، الا بغيتوش الحار تقدروا تستغنوا عليها. ومن بعد غادي نقطع واحد شويه ديال القزبر حتى طيب، قزبر ولا المعدنوس ولا، تتقرب طيب وتحطوه من الفوق باش كيجي المنظر ديالو زوين وما يبقى هكا خضر. صافي نخليوها طيب تطيب ان شاء الله. هنا راه قربت تطيب، غادي ناخذ واحد الصفاي وناخذ هاد البطاطا من هنا. البطاطا ما خليتهاش طابت بزاف، نتوما تقدروا تخليوها هكا بلا بطاطا. صافي هنا الدنجال راه طاب، والبطاطا هي طابت شويه، ونديرو هاد القزيبره هكاها.
شوفوا على المنظر ديالها كيفاش كتجينا ان شاء الله، كتجي ولا اروع. صافي دابا طابت معنا الشرموله ديالنا، ها الثومه تنقدمها معاكم بحال هكا، شويه تاع القزبر هكا الا كان كي اختياري كيعجبكم، ولا المعدنوس، ولا شفتوها وترافقوها مع اي حاجه. نتمنى نكون فدتكم، ولا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تشاركوا معايا وتفعلوا الجرس وديروا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.